سيبوني أنا بحالي بحالي أروح مط سوري شباب ما تأخذوني والله ما عارف سوري صوتي قوي اليوم حاطط مايكروفون ما عارف إنه بلشت تصوير بصراحة يا شباب هذه الحلقة مشان الجيفاوي اللي كنت وعدكم فيها بعد 500 مشترك الحمد لله صاروا أكثر حتى من 500 وإن شاء الله دائما كل فترة بنعمل جيفاوي وأنا بهمني دعمكم وبهمني مشاركتكم لأنه بس يعني أنا بكبر معكم بصراحة وعن جد ثانكيو على كل شيء ودائما كل شيء عم بحكيه عم بيكون بوزيتيف لإلكم عم ضلكم مبسوطين من اللي عم بعطيكم إياه على كل ثانكيو كثير على مشاركتكم بليز ضلكم يعني ما تنسوا ضلكم تعملوا شيرينج للفيديوز تاعولي تحطوهم على الفيسبوك تعملوا تويتس على تويتر مشان انا اكبر لانه انا بس اكبر انتم بتزيدوا بصير بشرح لكم عن اشياء اكثر لانه بصراحه هيدي التشانل حاليا ما في مين عم يدعمني انا داعم حالي طبعا في كم شركه يعني الله يرضى عليهم بس بالنسبه لكل شيء تكنولوجي وكل شيء براندز موجودة عالميا وأنا بصراحة قليل يعني قليل اللي عم بقدر أحكي عنهم لأنه أنا عم بشتري الأشياء وأحكي عنها وفي أشياء بتقدم ليها شركات لأحكي عنها كمان ثانكيو كتير فما بدي أطول عليكم كتير بدنا نحكي على الجيفاوي بصراحة أنتم ما في شيء من قيمتكم يعني أنتم بتستاهلوا أكتر من هيك بس حبيت أنا أهديكم نوكيا ما بعرف شو رقمه تليفون حلو بزرار طبعا شاشته بتضوي ابيض نيحة حلوة تليفون حلو يعني واحد مثلا ما بده يحمل تليفون هيك تاتش وكبير وكذا حلو التواضع من وقت لوقت تعرفوا يعني انتو فحبيت اقدم لكم هالتليفون النوكيا له ضوء على فكرة من فوق فلاش لايت فهيدي اوبشن رائعة يعني مش موجودة بتكون تضطروا انتو بالتليفونات جديد التاتش تنزلوا لهم سوفت وير ليضوي لتحطوا الفلاش لايت هيدا لا موجودة فيه نعم عم بمزح شباب اكيد انتو بتستاهلوا اكتر من هيك بكتير مع انه على فكرة تليفون حلو هذا ما بستغني عنه اي نهار انتزع عندي شيء من التليفونات هذا بديل الجيفاوي يا شباب هيدا ارجع لورا مشان الشاشة هو نعم اللوميا 920 احد منكم حيكون الفائز اسبوع الجاي انا بعلن الفائز من هو بصراحة ما بدي افتحها حرام خليها مختومة خلي هو صاحب الجهاز يفتحها تليفون لوميا 920 برجع بقول لكم ما في شيء من قيمتكم انتو بتستاهلوا اكتر من هيك بكتير في ويب سايت معينة بحط أسماء المشتركين تاعولي أو هي لحالة بتاخدها دلوني عليها بصراحة إنه بحط الأسماء المشتركين اللي عندي وهي لحالة بتنقي اسم يعني راندوم مثل بقولوا عشوائي فحطوا بالكومنتس تحت كل ما حطيتوا كومنتس كل ما كترتوا كومنتس أنا بصراحة هحاول نقي من الأشخاص اللي هيكتبوا بالكومنتس يعني يلي هني أكتر شي بيكونوا عم بيلاحقوني وعم بيتابعوني كل الأسماء اللي حتكون بالكومنتس موجودة تحت هي اللي ححطها بهالويب سايت وحتى لو حطيتوا أكتر من كومنت ما لنا مشكلة حتنحسب وحدة لأنه الويب سايت هاي بتاخد الاسم الشخص يعني إذا عندكم اسمين أو ثلاثة على اليوتيوب واشتركتوا فيهم معقولة أوكي بصير بيطلع تشانس أكبر لأنه تربحوا اللوميا 920 تليفون رائع فكرة وما في شيء من قيمتكم يا شباب عن جد هيدي بالعكس هيدا يعتبر شيء كتير قليل للي انتو عم تقدموا لي اياه والدعم اللي عم تعطوني اياه عن جد ثانكيو كتير يا شباب بتمنى انه اكبر اكتر لصير اعطيكم اشياء اكتر بليز حطوا بالكومنتس تعليقكم عن هالجائزة هاي قد ما فيكم كتروا كومنتس اعملوا لايك اعملوا سبسكرايب فيفوريت
وإن شاء الله حدا منكم بيكون الفائز إن شاء الله أسبوع الجاي أو خلال 10 أيام. خليني أعطي فرصة أكتر للناس أكتر تكتب كومنتس وتحط مشان أعلن الفائز أنا. وهذه هي يا شباب، منشوفكم أسبوع الجاي بالإعلان اسم الشخص يلي حيربح التليفون إن شاء الله. مبروك سلفا، وصدقوني لو بقدر أعطي كل واحد فيكم هالجائزة هاي والله العظيم ما حقصير، بس بتعرفوا انتو يعني شغلي منا هيني. برجع بقول لكم انا عم بدعم حالي، بس ان شاء الله قريبا بصير في عندي سبونسر، بصير في ناس بتدعمني، بصير بقدم لكم اشياء اكبر واهم واكثر. ثانك يو كثير يا شباب، ميرسي كثير لدعمكم، عن جد بتشكركم. صرت شي 51 او 52 الف مشاهده، وهي شغله كمان كثير منيحه لإلي. بشوفكم قريبا يا شباب، 10 ايام 12 يوم ماكسيموم، وبنعلن الاسم يلي ربح اللوميا 920. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.